أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم فيديو جديد اللي هو شاي بالحليب أو شاي عدني أو شاي كرك زي ما تحب تسموه. طبعا نجيب 3 فصوص من هاي، طبعا الكمية هذه تكفي كوبين. نطحن هاي، نضيف كوبين من الماء على الشولة، على القزوة أو الكتلي أو اللي تحب تسموها. ونضيف السكر، السكر حسب الرغبة. بالنسبة لي أنا الآن بستخدم كوبين، أضيف تقريبا 4 إلى 5 ملاعق صغيرة من السكر. لما يغلي أضيف أيضا شوية بالزعفران، هذا يعطي لون حلو جدا للشاي. هذا طبعا اختياري، إذا ما تحبوش ما في مشكلة، إذا مش موجود لازم نستخدم شاي الكابوس، وننقص الشولة علشان ما يفرش علينا الشاي. نضيف تقريبا 3 ملاعق للكوبين. ونخليه يفور، نحرك. بعد ما فر الشاي لمدة تقريبا دقيقتين نضيف حليب الشاي. لا تستخدموا حليب عادي، حليب الشاي اللي هو حليب الممتاز في اليمن. طبعا الكمية، أنا أضيف الكمية حسب اللون، يعني ما فيش فيها كمية محددة. لما تشوفوا اللون اللي هو اللون المناسب لكم توقفوا الحليب. وعليت النار علشان يفور. تقريبا انتبهوا هنا لأنه لو فار عليكم بيوسخ الشولة، أو نقص النار خليها خفيفة. بعد خلت الشاي كذا تقريبا 3 دقائق أو دقيقتين على نار هادية، وطفيت النار. طبعا إذا تشتهوا طعم أفضل للشاي نحطه في برادة أو ثلاجة شاي أو حافظة. نخلي كذا تقريبا أقل شيء 10 دقائق إلى نص ساعة، وبعدين نشرب الشاي يعطي نكهة حلوة. طبعا أتكرر عليه الشاي، معلش. لا تعملوا كذا، اعملوها فوق الحوض وقفلوا الشاي. وبالعافية عليكم، أحلى شاي عدني أو شاي ملبن. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم.